تجنب الإلهاق، وخصوصا موضوع التليفون ده. بس انا عارفة بنبقى بنذاكر واول ما بنسمع صوت نوتيفيكيشن بنقوم نشوف مين على طول، واول ما بنمسك التليفون خلاص كده مش هنعرف نسيبه تاني، وفي نفس الوقت بنكون خايفين عشان سيبنا مذاكرتنا. مارس الرياضة. الرياضة على فكرة من افضل الطرق اللي ممكن تساعدك ان انت تتخلص من الضغط النفسي والقلق. اختار مكان مناسب للمذاكرة تكون مرتاح فيه. طبعا انا مش قصدي السرير، قصدي مكتب بكرسي مريح، اضاءة كويسة، تهوية كويسة كده. واهم حاجة بقى، اوعى تذاكر وانت متضايق. لازم يكون مزاجك معتدل ومستقر عشان تقدر تفهم وتستوعب المعلومة بسرعة.